الله جل وعلا اسمه المالك واسمه الملك، والدليل الدليل هذه الآية بقراءتيها، فإن الله سمى نفسه تارة قال مالك يوم الدين، وتارة قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأها ملك يوم الدين. فالله مالك وملك، مالك وملك. ويقال في مالك وملك أن عند اجتماعهما المالك له معنى والملك له معنى، وعند انفراد أحد مع الآخر المالك يعني المالك والملك، والملك يعني الملك والمالك. فما الفرق بين مالك وملك؟ ما الفرق بين مالك وملك؟ أقرأ. وقد سمى الله نفسه مالكا كما في قوله جل وعلا قل اللهم مالك الملك، مالك الملك نعم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا مالك إلا الله عز وجل. إذن الله عز اسمه المالك نعم، وسمى نفسه، وسمى نفسه ملكا كما قال جل وعلا فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق نعم. فالمالك هو من يملك الأشياء فلا يخرج عن ملكه شيء، وأما الملك فهو الذي يحكم ويتصرف، وكلاهما مستلزم للآخر. فالمالك هو من يملك الأشياء، هذا في حق الله ولا في حق المخلوق؟ المالك الذي يملك الشيء في حق الخالق ولا المخلوق؟ خالق المخلوق ها؟ لكن الذي لا يخرج عن ملكه شيء هذا من؟ هذا الله عز وجل. فالمالك الذي يملك الشيء، ولذلك اللي عنده سيارة لو فتح استمارة يسمونه دفتر السيارة، استمارة السيارة يسمونه بعض الدول قسيمة السيارة، ايش مكتوب؟ اسم المالك عبد الله بن راشد الخرافي. إذا عبد الله مالك، ومناور أيضا مالك، وبدر مالك، وعبد الله مالك. إذا من ملك الشيء يسمى ولو شيئا يسيرا اسمه مالك. لكن من ذا الذي يملك كل شيء؟ الله وحده. إذا المخلوق ممكن أن يكون مالكا لكن ملكه محدود، حتى لو كان ملكه واسع فهذا بإيش إلى ملك الله لا شيء. فالله جل وعلا يملك كل شيء، العرش ملك لله، الكرسي ملك لله، السماوات الأرض وما بينهما ملك لله، ما علمنا من المخلوقات وما لم نعلم ملك لله، الإنسان الجان الملائكة كل الخلق ملك لله، قل اللهم مالك الملك. فالمخلوق وقال عنه مالك لكنه على قدره، والخالق سمى نفسه مالكا وهو ايش؟ يملك كل شيء. وأما الملك فالله عز وجل أيضا اسمه الملك، وهل المخلوق ممكن أن يسمى ملك؟ مخلوق مثل من؟ وقال إيش؟ وقال الملك ائتوني به، ذكر الله في القرآن. والمعاصرين الملك المملكة الفلانية، ملك المملكة الفلانية. بل قال الله عز وجل أن موسى عليه السلام قال لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. العجيب جاء في التفسير أن جعلكم ملوكا أن كل من أتي سكن وخادم فهو ملك. أوه يعني بالكويت واجد ملوك يعني ها ولا لا؟ طيب وإذا هذا السكن أجار أيضا سكن، حتى لو المالك ما أجر عليك ما يحق له يدخل، يعني واحد أجر عليك شقة ودخل تعال وين رايح؟ شقتي. شقة لا يبغى شقتك ما أجرها منك والله تدخل ما. ها صح ولا لا؟ يعني أنت الآن ولو بصفة أجار ولو بصفة هبة أنت تعتبر مالك، لكن الأجار مؤقت، حتى لو كان البيت بيتك أيضا مؤقت، أنت برا لن تبقى، الدنيا كلها ليست باقية. فالله عز وجل سمى الملك وقالوا جعلكم ملوكا، لكن تعال شوف الفرق بين الملك جل وعلا وملك الدنيا. فالملك هو الملك الذي يحكم ويتصرف،
لكن حتى الملك هذا اللي في الدنيا يحكم يتصرف بشكل محدود ومؤقت. أما الله عز وجل فهو الملك، له الملك المطلق الكامل، يحكم بكل شيء ويتصرف بكل شيء، يدبر كل شيء. ألا له الخلق والأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. صار هنا الله عز وجل الملك المالك، لكن صفاته مطلقة كاملة، مالك لكل شيء وملك على كل شيء. والمخلوق قد يكون مالكا، يملك له ثوبة، له قلم، له سيارة، له أي شيء كبير، وقد يكون ملكا لكن أيضا ملك محدود. فالله عز وجل يسمي نفسه ويصف نفسه بصفات موجودة في المخلوقين ولا لا؟ لازم تكون موجودة في المخلوقين، لازم، ولا كما فهمناها لابد أن يصف نفسه بصفات موجودة في المخلوقين وإلا ما فهمنا. فوصف نفسه بأنه المالك والملك. ما الدليل لوصف الله عز وجل نفسه بالمالك والملك؟ يلا، في قوله تعالى مالك يوم الدين، وبعد ومالك يوم الدين، قراء قراءتان صح، غير الفاتحة. قوله جل وعلا الملك، ها، فتعالى الله الملك الحق والمالك، قل اللهم مالك الملك. إذن الله عز وجل يا إخوان، ها، مالك وملك، مالك يملك كل شيء ملكا مطلقا، ملك يحكم ويتصرف بكل شيء حكما وتصرفا مطلقا كاملا. الله أكبر.